المرة اللي فاتت قلنا يعني نفتكر ان احنا نقول المرة دي مثال بتاع قبول الضعف عن الصحابة. الحقيقة دائما احب الامثلة الى قلبي. احد الصحابة اسمه قتادة كان في غزوة احد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من القلة القليلة اللي كانوا مع النبي لما انفض الناس عنه. فاحنا بنتكلم في شخص المفروض انه في مخيلتنا يبقى راجل كويس واحد عمالقة الصحابة، خصوصا لما تعرف بقى انه كان في سهم جاي على النبي صلى الله عليه وسلم راح واخده عنه، فجاء على عينه فاقتلع عينه فالتقطها بيده، فجعل الصحابة يقولون له ألقها عنك ارميها مش وقتك دلوقتي. طيب ليه؟ احنا عايزين نحمي النبي صلى الله عليه وسلم. راح قايل ايه؟ قال لهم لا والله حتى اتي رسول الله. طيب دي بقى محتاجة وقفة. لو واحد مننا هيقول ايه ده بقى معقولة شكلي قدام الناس خلاص حلقيها طبعا عشان بس الناس يقولوا عني ان انا جامد، بكل بساطة لا هو مش همه، انا عايز عينيا. طيب راح جاي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، طبعا بعد ما انفض الناس هو قال له يا رسول الله ردها علي انا عايز عينيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصبر ولك الجنة. انا دايما بسأل الجمهور لو كملت دلوقتي انت النص لوحدك هتقول ايه؟ طبعا يا رسول الله اصبر. ليه؟ لانه احنا عندنا وهم كمال ما عندناش فهم للنفس الإنسانية. قال له ايه المفاجأة بقى؟ قال له يا رسول الله إني امرؤ مبتلى بحب النساء وإني لأكره أن يرينني أعور العين على الحال التي ترى. طب يبقى أنت عايز إيه قتادة؟ فردها علي وادعو الله لي أن أكون من أهل الجنة. عايز الاثنين. غاية في الوضوح وغاية في الشفافية وغاية في قبول الضعف. أنا إنسان، اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه مش عاجبه. طيب وبيصرح النبي بكده بكل بساطة في وجود الصحابة مش خدوا على جنب بقى ومش عارف إيه. طيب لو احنا هنكمل لو شيخ من المشايخ الا من رحم الله كان الموقف ده معاه كان هيقول له ايه؟ سفخس عليك بقى، انت قبل شويه رمي نفسك واخد سهم ومش عارف في سبيل الله ومجاهد وتيجي تقول لي بتحب النسوان ومش عارف. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وردها عليه وقال اللهم اجعلها احسن عينيه، ودعا له بان يكون من اهل الجنه. طيب انا دايما لما بقول قصه قتاده الحقها بقصه ثانيه موجوده في الصحيح، انه في يوم من الايام كان في برق ورعد وكذا، فطلع بالليل وراح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم في المصلى بتاعه. قتادة فلما جه عند النبي صلى الله عليه وسلم فظهر النبي مع البرق وكذا، شاف الظل بتاعه فخاف فقال له من؟ قال له هون عليك يا رسول الله انما انا قتادة. قال له ما اخرجك الساعة؟ ايه اللي طلعك في الجو ده؟ قال له رايت ما ترى اللي هو الجو، فخشيت ان لا يؤنسك احد في مصلاك انك تبقى لوحدكم، فأردت أن أؤنسك بنفسي. الله. طيب عايزين وقفة. يبقى قتادة نفس بشرية، أحد الصحابة، أحد شجعان الصحابة، طيب بسيط شفاف بيحب النساء يحب يتشاف جميل ورقيق القلب ويصلي الليل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه. هو ده الباكيج اللي نفسي الناس يفهموا. نفسي الناس يفهموا أننا أناس نخطئ ونصيب، أن الصحابة أناس يخطئون ويصيبون، أن التابعين أناس يخطئون ويصيبون. سيبكم بقى من الوعظ التقليدي والتربية الإسلامية اللي للأسف ملهاش أي دعوة بالسيرة الصحيحة. أننا نريد ملائكة تمشي على الأرض، لا لا إحنا كلنا نخطئ ونصيب. إحنا مش عايزين نلبس أنفسنا أثواب بقت تضيق علينا إلى أن تضيق بأنفسنا ونبقى عايشين في عالم غير العالم. كم أتتني حالا في العيادة فلان اللي في العمل الإسلامي اتجوز واحدة من العمل الإسلامي وجم أخفقوا عند أول امتحان الفرح. وصلت الفرح أمال فين اللي أنتوا كنتوا فيه؟ أصل إحنا كنا عايشين في عالم خيالي، لما نزلنا على أرض الواقع وإذ بالدنيا وكلانا ومغلبة. اقبلوا أنفسكم واقبلوا ضعفها واعلموا أن الله يغفر وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله، وخذوا من السيرة الصحيحة. ولذلك أنا أنصح اقرأوا السيرة من منابعها الأصيلة قبل ما تقروها من الكتب المعاصرين اللي بتحلل. اقرأ السيرة من أصلها هتجد أنه في عندك نماذج رائعة تفهمك النفس الإنسانية. جميل.